بتغريدة واحدة نجحت أحلام، عفوا الملكة أحلام، إنها تستفز وتعادي لبنان من شماله إلى جنوبه، وهي يلي ظهرت عليها كل عوارض جنون العظمة، وما بينقصها إلا تقييم طبي لحالتها النفسية اللي تجلد بأبهى صورها ببرنامجها ذا كوين اللي تم توقيف عرضه عبر قناة دبي. ابتدى المشكل وكيف تطور بالايام الماضيه؟ وشو صحه المعلومات عن قرار الام بي سي خلع الملكه عن عرشها الافتراضي؟ ما انسى دعاء امي لي وانا طالعه، الله يوفقك يا بنيتي. ابتسم لما اتخيل ضحكات اولادي، وابكي لما اتذكر من اخلصت لهم وخانوني. حاربت وحوربت وبعد 21 سنه توجني جمهوري على عرش الفن العربي ملكة. أحلام على ما يبدو صدقت إنها ملكة والكل حواشي، وهيك ما تقبلت الانتقاد اللي ابتدت فصوله مع فيديو ساخر نشره مواطن إماراتي وعلق عليه نص كوكب الأرض، ومن ضمنهم بعض التعليقات اللبنانية. أحلام اختارت ترد على اللبنانيين وعيرتهم طبعا بالفلافل أو بالنفايات، وقالت بالحرف الواحد: أنا بقول للشحاتين بدل ما يتكلموا عن رأسهم الملكة خليهم يلموا الزبالة اللي ملت الشوارع كنوع من الوطنية. هالكلام لأحلام طبعا ما مر مرور الكرام. للمرة الأولى بيجتمع الكل على هاشتاج واحد، وهو منع أحلام من دخول لبنان. أما مين أطلق هالحملة اللي لقت صدى كتير واسع بين اللبنانيين؟ الأولى اللي أطلقت هالهاشتاج هي الإعلامية نضال الأحمدية، وهون بدنا نذكر أنه العلاقة بين نضال الأحمدية وأحلام متأزمة من أكثر من 4 سنين. اللبنانيين قالوا كلمتهم وعبروا عنها بملء حريتهم من خلال ألاف التعليقات والصور اللي أدانت أحلام، وما شفع حذف هالأخيرة للتغريدة الموسيقى رغبة منها بامتصاص النقمة ضدها، لأنه مثل ما بيقول المثل اللبناني الشهير: اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. صحيح هي اللي ارتكبته أحلام إهانة لمتابعينا اللبنانيين بشكل خاص، وقبل كل شيء هو انتحار فني موصوف، ولكن سؤال بيطرح نفسه: هل في سوء تفاهم أم أنه أحلام فعلا ارتكبت إهانة جماعية بحق اللبنانيين؟ خلينا نرجع ونشوف شو كان تبرير أحلام بأول تعليق لها من بداية هالأزمة لنهاية. ومن الكويت بلادي وحبيبتي، وكلت المحامي بدر باقر وبلشنا بإجراءات رفع قضايا على المقربين المسيئين لي، وراح أعلمكم من هي أحلام. مع أحلام مثل العادة العالم كله ضده ومشغولة طبعا بنجاحاتها، والحزين بالموضوع أنه بين أخبار أحلام وفضايحها بعتقد الليل هن الناس اللي بيتذكروا صوت أحلام أو آخر